اشكو عطاتك شحال من نهار توفات الوالده نتاعو لليوم؟ يعني الطفل كبر مازال صغير، السن مهم في هذه المساله. هنا الامر يتعلق ب فقط سيدتي يعني عاودي ارسلي لي السن، شحال الان سن الطفل شحال يعني هو راهو عندكم يعني ولا مازال ام بيبي؟ مساله الكفاله نظمها القانون، نظمها قانون الاسره وفي احكام في قانون الحاله المدنيه، تم امام القاضي ولا امام الموثق بسند قضائي ولا بعقد كفالة أمام الموثق؟ وإذا مشات المحكمة القاضي يتأكد إذا كان الناس هذو أهل باش يقوموا بالشؤون تاع الولد، يعطي لهم الكفالة وهما يحلوا محل الولي وكأنهم هما الأولياء نتاعو. الآن الأب كان غايب، أستاذ يتقول أنه عنده 5 سنوات الطفل ووالد تاعو يعني عاطي لهم يعني حتى مسني لهم ورقة بأنهم ليتكفلوا به الوحيدين، ما في حال توقع له أي ضرر. هو دار تصريح شرفي قالت في حال وقوع أي ضرر للأب يعني هو مكلهم يعني أنهم يتكفلوا. ممتاز، شيء ممتاز، شيء ممتاز. يعني هنا أنا لا أرى حرج، 5 سنين هو متربي مع الجدة تاعو ولا مع الخالة تاعو ولا كذا، يعني حرام يجي ينحي لهم الولد هذا وفات كبر يخليه، وما دام هو تنازلهم يعني تشوف هنا هذا شيء يعني مهم. هم خايفين مع عمومه يعني ماشي من الاب. لا لا عموم لا ما يقدروش، لا ما يقدروش الاعمام، ما دام الاب تاعو حي ما يقدروش الاعمام يحلوا محل الاب، والاب وقابل بالكفاله ما يقدروش، والقاضي راعي المصالح هذه يعني مصلحه المكفول يبقى مع الخاله تاعو. لا ما يخافش يعني يطمئن، في تطمئن السيده في هذه المساله هذه، تطمئن ان شاء الله ما يكون غير الخير. ما يقدرش ينحيلها العم ما يقدرش ينحيلها الولد في حضور في وجود الاب وقبول الاب بكفاله الجده او الخاله لهذا الولد هذا، ما كانش مشكل. نعم، راح نستقبلوا اتصال اخر من مستغانم. اهلا بك سيدتي الكريمه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا سيدتي اخرجي من الغرفة اللي راه فيها جهاز تلفزيون ولا نقصي له كامل باش نسمعوك. نعم. معكم سائلة من بيت مستغانم. مرحبا بك سيدتي الكريمة، رفعي بك الصوت تاعك وهربي من التلفزيون، اخرجي من الغرفة هذيك. صح. حبيت نسأل سيدة المحامي ونقول لها بلي أنا عندي زوج تاعي وبغيت دوك هو غبني وحقرني شغل خلاني في وسط عائلة ماهيش حالة، وكي خرجت بالدار بالأمر تاعو يا هو حاول بيطلب مني طلاق، قال لي لازم انتي ترفعي طلاق فيتو أنا ما نديش حقي وراني بالحمل، وحاول يهددني شحال من خطرة قال لي بلي ما تديش قشك وما تديش صوالحك والله يسهل عليك ديري لك اللي بغيت ديري، بغيت نفهم شنو الصوالح اللي لازم نديرهم باش انا ندي حقي. ربما الاستاذ نجيب بيطام حاب يطرا عليك مجموعه من الاسئله، تفضل. يعني حسب ما فهمت من السؤال يعني صوت شبيمه، الزوج نتاعك هو اللي يدفع فيك باش انت تروحي تدفعي تطالبي بالطلاق هكذا؟ اي انا من خرجت من الدار خرجت بالامر تاعي. خرجك من دار وقال لك روحي للعداله رفعي دعوه بالتطليق ولا ديري الخلع هكذا؟ هو قال لي شي من نهار انا دوكا هو خرج وخلاني سمح فيا وواجهت مشاكل مع الاهل تاعو وخرجت. طيب انت عايشه معاه في سكن مستقل ولا ساكنه مع الاهل تاعو مع ماليها؟ ساكنه مع الاهل تاعو. خلاص ومشي داير لي ساكن. صح فوالا، هاكي عطيتي نصف الجواب. اذا انت تروحي ترفعي دعوه الرجوع موش دعوه الطلاق، لانك لما ترفعي دعوه التطليق ما عندكش المبرر، القاضي راح يرفضها لك. واذا رفعتي واذا درتي الخلع راح يلزمك القاضي باش تخلصي حوالي 10 ولا 15 مليون. الاستاذ هو اللي راهو يجبر فيها يعني الزوج تاعها ويهدد فيها يقولها روحي طلقي انت. لا لا ما ترفعش، ما تخضعلوش، تروحي ترفعي دعوه الرجوع موش دعوه الطلاق، وتطالبي بساكن مستقل، هذا حقك الشرعي عطاته لك الشريعه والقانون. قلت لك انا دروك حبيت نخرج قشي من هذيك الدار شغل ملكوا لي كلش. لا ما شوفي كي بغيت نخرجه قال لي ما تخرجي حتى حاجه وما عندك حتى حق. شوفي انت باش للحكم كيما هو يحب يتحايل عليك ها انت مارسي حقك الشرعي والقانوني، روحي ارفعي دعوه نتاع الرجوع، ارفعي دعوه نتاع الرجوع الى بيت الزوجيه وطالبي ان يكون مستقلا اثاثا ومعاشا عن اهله، هذا حقك الشرعي، القاضي راح يحكم لك بالسكن المستقل. لما يصدر الحكم وما يقدرش يوفر لك السكن المستقل
هذيك الساعة تقدري أنت تطلبي التطليق للضرر الشرعي وتحصلي على كافة حقوق. بالنسبة للأثاث تاعك كي ترفعي دعوى الرجوع ديري طالب للقاضي تاع شؤون الأسرة يعطيك أمر، يعطيك أمر باش يروح المحضر القضاء يجيبه لك، لا سيما الخصوصيات تاعك والخصوصيات تاع ولدك. أما مسألة أخرى للأثاث الكبير خليه حتى تنتهي قضية الرجوع، ما تقدريش تطالبي به دروك مادام راح ترفعي دعوى الرجوع. لكن حقك محفوظ، يعني غدوة كش ما يفزد لك في الأثاث هذا تاعك ولا، من حقك تعاودي تطالبيه بالتعويض. وصل بين ضربني ودروك هو شقلي. ضربك هل عملتي شهادة طبية ولا ما عملتي شهادة طبية؟ ما عملت شهادة. هذا هو المشكل تاع النساء في الجزائر، هذا هو يضربوهم الأزواج تاعهم ويقبلوا يتضربوا وما يروحوش يديروا شهادة طبية، لأن المرأة الجزائرية تتحفظ. ما بغيت ندير العيوبات. هذا هو، هذا هو مشكل ماهوش غير تاعك، راه مشكل تاع كل جزائرية. يضربوهم الرجالة تاعهم حتى بالأسلحة البيضاء بالعصا بالتوي وبالبشمق وما يروحوش يديروا شهادة طبية. على الأقل ديري شهادة طبية وخبيها 3 سنين تحتاجيها، خبيها باش إذا كان ما عدلش روحه تسمحي له مرة والزوجة والثالثة والرابعة والخامسة إذا استمر يضربك تستعملي هذيك الشهادة الطبية. عندك حق تحافظي عليها 3 سنين وتخرجيها له. أما لما يضربك وما تروحيش ديري شهادة طبية وبعد 6 شهور تظهر لك أنت تطلقي، كي تروحي للقاضي تقول له راهو يضرب فيا يقول لك القاضي أعطيني الدليل، ما عندكش الدليل، ما عندكش الدليل. هو دروك هددني في التيلي، هددني في التليفون وقال لي ديري شكي بغيت ديري. أنا نسجل الهضره تاعو. ما تخافيش، ما تخافيش، القانون راه في صالحك. الماده 266 مكرر جديده راهي تعاقب الازواج وحتى المطلقين بالحبس حتى 3 سنين. الازواج والمطلقين اللي يهدوا المطلقات تاعهم، ما تخافيش. لكن السكوت تاعك انت، سكوتك انت نتاعك والسكوت تاع المثيلات تاعك هو اللي يخلي الازواج يطغاو عليكم. معليش تسمحي مره وزوج وثلاثه واربعه وخمسه، معليش ما فيهاش مشكل، احنا مجتمع مسلم ومسالم والمراه تكتم الغيظ، لانه المراه لو كان من النهار الاول شكي براجلها تخرب العائله. معليش تسمحي 5 مرات وست مرات، لكن المره السابعه ما تسمحيش. وما تخافيش ما يقدر يعمل لك والو. انت الان اول حاجه ديريها تمشي ترفعي دعوى الرجوع الى بيت الزوجية، هذه أول حاجة ديريها، وبعدين لكل مقام مقال أو لكل حدث حديث. نتمنى إن شاء الله أنه الإجابة كانت يعني قناعاتك أختي. لا ما تخافيش، مسألة هدك ما عنده ما راح يدير، كاين قانون. إذا كان هدك برسالة في التليفون اس ام اس هزي هذا في التليفون. نعم؟ ديريكت، وأنا سجلت كامل الهضرة تاعو. ما ترفديش عليه المرة الجاية، ما ترفديش عليه، ما يعيط ما ترفديش. امشي ارفعي دعوى الرجوع ومن بعد تسهل الامور باذن الله امام قاضي الاحوال الشخصية. هو راه يقول لي باللي رفعتي دعوة الطلاق، انا ما لا ما ترفعي يا اختي يا اختي الفاضلة، راني جاوبتك. اللهم اذا كان حبيتي انت، حبيتي انت الامر هذا الاهانة والمذلة، هذه مسألة تخصك انت. اما اذا تحبي تبحثي على الحقوق نتاعك، القانون راه عطاك حق انك ترفعي دعوى الرجوع، هذا حقك الشرعي، والطالب بسكن مستقل عن اهل الزوج، هذا ماهوش راح يدير فيك مزيه، هذا حقك الشرعي. اذا كنت الان تتنازلتي على حقوق الشرعيه فتتحملي التبعات. اكيد. نشكر كثير سيدتي الكريمه على اتصالك. اذا يعني مشاكل كثيره في الاسره يعني خصوصا في الاسره. نعود نولو الى موضوع الحضانه في سؤال اخر استاذ نجيب بيطام. في سيده تقول انه زوجها توفي قبل سنوات وخللها يعني بنت وولد في عمرهم الان 7 و8 سنوات، هي عايشه في بيت اهلها والان جاها يعني عرض زواج في حال قبولها، يعني هل يمكن للاعمام انهم يسحبوا الحضانه؟ هذا ربما يقودنا إلى نقطة أنه في حال وفاة الأب والأم حبت تعاود الزواج، هل الحضانة يعني تعود للأعمام ولا لا؟ لا، هذه ما عندهاش مشكل، هذه الأب متوفي ربي يرحمه، الحضانة تجي في الدرجة التالية، تجي الجدة للأم، يعني يمها، إذا يمها حية هي اللي تديله، تتزوج وما تخافش. بشرط تكون يماها يعني قادره صحيا، ماشي عجوزه اللي حاكمه الفراش وكذا. اذا يماها مازالت حيه وصحيحه لاباس بها ما تخافش تروح تتزوج وما تخافش، والولاد يبقاو مع يماها ما يروحوش للاعمام ولا كذا، هذه ما في حرج، ما كانش مشكل فيها. يعني الامر تحت لا تروح تتزوج وما تخافش ما دام الاب ماهوش متواجد، يعني ربي يرحمه، وما كانش تهديد لها بالنسبه لاولادها، راح يبقاو مع يماها اذا قادره باش تكفلهم ولا باش تحتضنهم. نعم. في سيده اخرى تقول اذا كان الاب يعاني من مشاكل نفسيه كيف استطيع اثبات ذلك؟ يعني باش تسقط عليه الحضانه.
يعني إذا كان الأب مثلا مريض ولا عنده اضطرابات نفسية أو عقلية، هل تسقط؟ وهل يعني الأبناء في الوقت هذه مطلقة، والأبناء على سؤالها، هل الأبناء عند الأب ولا راهم عندها وخايف يديهم لها؟ يمكن أنه أبناء ما عندها وحبها يعني خايفة لا، لما هو يرفع دعوة باش ينحيلها الحضانة، هي تدير ما يسمى بالطلب المقابل، طلب مقابل تطلب فيه من القاضي قبل ما يفصل في الطلب تاع الزوج، يعين طبيب نفساني كخبير لفحص الأب والقول فيما إذا كان يتمتع بقواه النفسية والعقلية والجسدية لممارسة الحضانة أم لا. ما إذا كان مريض نفسي وكذا، وتواجد الإبن راح يشكل خطورة على الإبن، هنا القاضي ما يمشيش معه. لكن هي قالت كيف أثبت ذلك؟ تثبت ذلك بخبرة طبية، تدير طلب للقاضي تاع الشؤون الأسرة، يعين لها طبيب، والقاضي يشوف التقرير، إذا لقاه نيجاتيف، إذا لقاه باللي الأب هذا مريض نفسيا راه ما يعطيهش الحضانة ما تخافيش. صباح الخير، ويا ريت تسقسي لي المحامي، أنا داني البيت أبي ومن بعد قال لي ما نجيكش وقعدي في داركم وأنا عندي أطفال. أنت أطفال ترفع دعوى الرجوع. دعوى الرجوع. دعوى الرجوع، تحاول احنا ديما نقولوا الوسائل الودية، يعني عن طريق الأسرة تدير جماعة، وعن طريق المساعي تاع العائلة، إذا كان ما حبش يردها ترفع دعوى تاع الرجوع والطالب بسكن مستقل عن أهله، وتطلب النفقة تاعها الوقت من نهار خرجت من الدار حتى وين يصدر الحكم. نعم، فيها قضية أخرى أستاذة نجيب بيطان، في عائلة تسأل، يعني هي عندهم بنت تزوجت هنا في الجزائر، رفقة زوجها جزائري وبعدها يعني غادروا نحو كندا، الأم توفات منذ سنتين، هل يعني والأب الآن ما عاودش زواج في كندا، يعني الآن فيه مشكل يعني إرهاق، لأنه هو يعني على حسبهم داير الشوماج وقاعد يعني يربي الأطفال، هل من حقنا أن نرفع دعوة أنه يعاود يدخل الأطفال للجزائر باش نربيهم إحنا؟ هذا مشكل صعب، مشكل صعب كثير كثير كثير، صعب أنه هذه مسألة الإثبات، كيف تثبت باللي الاولاد اللي هيه ما همش ملاح، لان القاضي هنا راح يراعي مصلحه المحظون، الام تاعهم توفات، الاب اولى بانه الاولاد يقعدوا معاه، بصح كيف تثبتي باللي الاولاد ما همش ملاح مع الاب في كندا؟ مساله صعبه الان هذه، اذا كان عندهم امكانات. تقول استاذ يعني علما انهم تم توجيه له انذار من طرف المساعده يعني الخدمات الاجتماعيه يعني لاسيستون سوسيال، وجهوا له انذار بخصوص الاطفال يعني. والولاد راهم في كندا. في كندا يعني. لا ما يقدرش، اذا كان هو التواجد تاعه في كندا ما يقدرش يجبروا الغير باش يدخل ولاده لهنا، هو اولى بالامر تاعه. اذا كان الان عندهم امكانات وقادرين، ولا يشوفوا مع الجمعيات في كندا اذا عندهم اتصالات، يشوفوا يكلفوا محامي في كندا يشوف على ضوء القوانين الكنديه. كون القوانين الكنديه يشوف يقدروا يلقوا حل. اما باش ترفع دعوه لهنا وتلزموا باش يدخل الاولاد هنا الجزائر، هذه اعتقد ما يمكنش، هذه ما تصلحش. نعم. ما تصلحش. نروحوا نستقبلوا اتصال اخر من ولايه شلف، صباح الخير. الو. نعم. الو الو. من معنا من ولاية شلف؟ يبدو معليش ما إذا ما حبيتوش تعطيوا أسماواتكم نتفهموا احنا الأمر، لكن فقط نقصوا الجهاز التلفزيون واسمعونا عن طريق الهاتف. إذا أستاذ نعودوا أن نحكي وربما نطرحوا أسئلة بعض السادة المشاهدين، في حال أنه وفاة الأب والأم يعني وجدة الأم ما كانتش متواجدة ولا ما كانتش عايشة على قيد الحياة، الحضانة لمن تعود؟ تروح للجدة للأب ثم تجي من بعدها الخالة، تروح للجدة للأب ثم من بعدها الخالة. أنا إذا سمحت لي من باب الأمانة برك، كاين طرحت علي الأسبوع هذا يعني سبحان الله زوج أسئلة حول موضوع واحد مهم جدا جدا، ذكرني إن شاء الله لحيانا ربي في المستقبل نعاودوا نرجعوا له، أنه يتوفى أحد الزوجين قبل أن يصدر حكم الطلاق، مسألة مهمة كثير كثير، يعني الأزواج في نزاع في خصومة قضائية أمام القاضي، وأثناء سير الإجراءات وداروا مثلا جلسة تاع الصلح وحدة، وجاء الرجل قال أنا متمسك نطلق الزوجة تاعي، يقول لهم القاضي الأسبوع الجاي ترجعوا باش نزيدوا الجلسة الثانية تاع محاولة الصلح، ولكن بعد ما خرج من الجلسة بيومين ثلاثة توفى. هذا تطرح عليا السؤال كثير كثير كثير، ما الحكم في هذه القضية؟ هنا تسقط الخصومة بوفاة أحد الطرفين ولا تعتبر طالق، وترث
الزوجة أو يرث الزوج من زوجته طالما أنه لم يصدر الحكم. ربما نعم. نعود لها خلال إن شاء الله. المواضيع المقبلة والجمعات المقبلة. رح نستقبل اتصال آخر، الأخ إبراهيم من العاصمة. صباح الخير إبراهيم. السلام عليكم. صباح الخير. السلام ورحمة الله. صباح الخير إبراهيم، زيد برك ارفع شوية الصوت تاعك. السلام عليكم خويا العزيز. السلام. مرحبا بك، تفضل. استاذ الله يجازيك، باك عندي واحد ثلاث اسئله، شويه اسئله باك انا ما كان حبيت نطرحهم لك باش تجاوبني عليهم. مرحبا. انا ماريا ديفورسي، تزوجت في السن 23 سنه مع امراه تسمى اللي ما صدقتش بيني وبينها المعيشه هذه، شنو الحياه الزوجيه ما نجحتش بيني وبين المراه هذه. كانت هي كما نقولوا تحت عليا بالطلاق، ما قدر. طلقت كما نقولوا بطريقه ماشي نورمال، ليسونسيال كي طلقت الطفله هذه بيني وبينها امراه، بيني وبينها طفله عندي معها طفله. كي طلقت قالت يا ربي واحد سيمو هكذاك عاود تزوجت، هي تزوجت بلا علمنا، تخبي عليا تزوجت. قعدت واحد العام هكذاك باش عرفت بلي انا راهي مزوجه، حتى ولات اونسيرت باش عرفت بلي راهي مزوجه. كي حبيت نهضر معاها باش نعاود نحي لها الطفله، نعاود الحضانه ليا، الطفله هاد المراه هادي راه طلقت مع هاد السيد اللي تزوجت معاه، طلقت معاه وبقات عايشه معاه بالسهرك، فهمني تسمى تحايلت على العداله. هضرت معها بليزير فوا في التليفون باش ما تسقم راحها، ما حبش تفهم. درت ريسلام وسجلتها كيما نقولوا بالتليفون، سجلتها تهضر هي مستعرفه باللي تزوجات وكلش وولدات ومنا. كي هضرت مع المحاميه قلت لها فوالا عندي تسجيلات صوتيه. قالت لي التسجيلات هذوما ما يقدروا لك والو، قالت لي ما عندك ما دير بهم، قالت لي لازم يكونوا شهود، فهمني يا استاذ. راني معك. قالت لي لازم لك شهود ومنا. دوك حبيت نفهم دوك الاشكال هنا ورا، ثم تسجيل صوتي بلسانها هي ما يكزيستيش ما ياكلش، والشهود بالك انا نجيب شهود زور، شهود يامنوهم وتجيب صوتي ما يامنوش. صح، قول لي هذا المطلقه تاعك في الوقت الحالي راهي عايشه مع هذا الزوج تاعها؟ في نورمال راهي عايشه مع وراك عارف راك عارف العنوان تاعها وراهي عايشه، راك عارف العنوان؟ عارف وين راهي عايشه، تسكيه كانت عايشه دار بلد تنقلت عاود ترحلت. والان تعلم العنوان تاعها جديد ولا ما تعلمش؟ مخبي عليا كلش، حتى بنتي مانيش نشوفها راك فاهمني، حتى الطفله بنتي اداتها وكنا يطلع في التليفون تاعهم تاعها وما عنديش. انت عندك حق الزياره في الحكم تاع الطلاق؟ عندك عندي حق الزياره بصح ما نكذبش عليك مانيش نزورها باش مانيش عارف الراي تاعنا معاها. لا بالعقل، انت عندك في الحكم تاع الطلاق حق الزياره باش تروح للعنوان. عندي حق الزياره. راك تمشي اسبوعين تشوف بنتك في العنوان المذكور في الحكم ولا ماكش تروح؟ مانيش نمشي، نمشي للعنوان مغلوقه دارها مغلوقه، الدار مغلوقه، الدار القديمه تاعها. دار مغلوقة، هل ديت محضر قضائي وعطاك محضر باللي الدار مغلوقة ولا ما ديتش محضر قضائي؟ ما ديتش محضر قضائي، ما نكذبش عليك. إبراهيم دوك تسمع الإجابة إن شاء الله. نشكرك كثير على اتصالك، والآن ستستمع للإجابة باختصار. إبراهيم أنه تزوج في سن 23 سنة، صاروا مشاكل مع الزوجة تاعه وعنده طفلة، طلقوا، لكن الزوجة عاودت الزواج سرا بتخبي على طليقها، ولما يعني كانت اونسانت كانت حامل من الزوج الجديد، هو الطريق الاول اكتشف انه راهي حامل، وهي قامت بالتحايل انها طلقت في الاوراق، لكن بقى الزواج العرفي، وهي الان عايشه مع زوجها ومع الابنه تاع ابراهيم، وحرمته انه يشوفها. قضيه ربما لا نجيوها من زاويه واحده اخرى. هو عنده حق الزياره، كل اسبوع يروح يزور بنته، وفي الحكم كاين العنوان اللي المفروض تكون فيه المطلقه تاعو. انا سالته ديت محضر قضائي قال لك ما ديتش. اذا سي ابراهيم الاسبوع الجاي ان شاء الله كيعود عندك حق زياره، ها دير قبل يعني الحد ولا الاثنين، دير طلب الرئيس المحكمه المتكلف القائم بشؤون الاسره، يدير لك امر على عريضه، يعين لك محضر قضائي يروح معك السمانه الجايه اذا راك تشوفها بالجمعه، يخرج معك للعنوان، يدير لك محضر اثبات حاله باللي الدار اللي المفروض تلقى فيها بنتك مغلوقه ما فيها حتى واحد. مرة واثنين دير زوج محاضر، ومن بعد قدم ضدها شكوى بحرمانك من منعك من رؤية البنت نتاعك. إذا هذه نجيوها من زاوية واحدة أخرى، نجيوها من هذه المسألة الأولى تأثر عليها جزائيا، مسألة أنها أعادت الزواج واعترفت في الهاتف، ولكن العدالة قالت له ما نعترفش بالتسجيلات. وهو التسجيلات الآن لأنه لازم تكون بإذن، ولكن ما يمنعكش باش تديرها في قرص في ان سي دي ولا فلاش ديسك، وتعطي المحامي تاعك يطلب من القاضي على سبيل الاستئناس، يعني يسمع برك
على سبيل الاستئناس، ماهيش كدليل، ولكن قد يستأنس القاضي بما جاء في ذلك القرص، ويطلب القاضي مثلا مواجهة بينك وبين الزوجة، هل تقر بهذا الكلام اللي وارد في هذا أم لا، على سبيل الاستئناس. هي حقيقة كما قالت لك المحامية تاعك لا ترقى إلى مستوى الدليل، ولكن نعتبرها كقارنة، كقارنة. وهذه مسألة عودة الزواج من شخص واحد آخر بالشوية برك دوك تقدر تثبتها، ولكن أرواح لها من الزاوية الأخرى اللي قلتها لك تاع حرمانك من ممارسة حقك في الزيارة. هذه راهي جريمة يعاقب عليها القانون، كي يعطيك محضر قضائي محضر عدم وجود البنت، يعني ما قدرش تشوف بنتك، قدم بها شكوى لوكيل الجمهورية، يعني نوع من الضغط ونوع من الشونتاج، راهي تجي وحدها وتكتشف كل الأمور تاعها. وهذه يعني ربي يهديها، الآن حتى راهي بالحمل، نهار كي تروح تزيد في الماترنيتي راهي مفروض عليها باش تصرح بالمولود نتاعها وتنسبه للاب الجديد، ما دام العلاقه الزوجيه راهي قائمه، يقدر يدير طلب الرئيس المحكمه امر على عريضه باش يكلف محضر قضاء يتنقل الى مصالح الحاله المدنيه الجزائر الاداره في العاصمه، ويشوف ويلقاو الاثر تاع الام هذه وراهي متواجده. نعم، نشكرك كثير الأستاذ نجيب بيطام، يعني رغم أنه خصصنا تقريبا ساعة، لكن ربما مجموعة من الأسئلة ما قدرناش نطرحهم ونخليهم إلى المناسبات المقبلة. نشكر أيضا كل السادة المشاهدين اللي اتصلوا بنا أو اللي تفاعلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فقط القانون مع الأستاذ نجيب بيطام في كل مرة تستجيب لانشغالاتكم وتساؤلاتكم لاقتراحاتكم للمواضيع اللي حابين نحكيوا عليها. ما عليكم فقط إلى زيارة صفحة الشروق نيوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أشكرك كثير الأستاذ بيطام على حضورك معنا وإثرائك لهذا النقاش. أما أنتم مشاهدينا قبل ختام الشروق مورنينغ، ما نعرف إذا الشيخ فرحات راهو هنا ولا لا. في هنا وهنا الشيخ فرحات؟ تفضل يلا الشيخ فرحات باش نروحوا نتعرفوا على أحوال الطقس مع صباح الخير. صباح الخير أستاذ فرحات، الله يسلمك. اذا الشيخ وش هذه الكاسكيطه ستوب والشال وال... هذا ستوب، هذا درناه لحمله مع المؤسسه الوطنيه للسكه الحديديه لي باساج ا نيفو، لان كاين بزاف حوادث فيما يخص لي باساج ا نيفو، كاين ناس ما تحترمهمش، كاين يقول لك لي باساج ا نيفو غاردي اللي فيهم البارير وفيهم العسه، وكاين دي باساج نون كاردي، نون كاردي اللي ما فيهمش. الانسان كي يجي يقطع لابد بالشاحنه ولا حافله ولا